السلام عليكم، ازيكم يا عيال؟ ان شاء الله باذن الله تكونوا كويسين النهارده. باذن الله في الفيديو ده انا هكمل الشرح اللي انا بداته في الانزيم. لو احنا يا اولادكم نفتكر، بس احنا خدنا ايه المره اللي فاتت في الفيديو الاولاني؟ احنا قلنا اول حاجه يا اولاد، اتكلمنا الاول على تعريف الانزيم. قلنا ان الانزيم ده هو مركب بيزود سرعه التفاعل الكيميائي. قلنا ان السبستريت دي الماده المتفاعله، واي حاجه على سامة التفاعل بنسميها بيولوجيكال كاتاليست. خصائص الانزيم هي خصائص البروتين زي ما اتفقنا، والانزيمات دي بتبقى هايلي سبيسيفيك وماده حيه. وبعد كده قسمنا الانزيمز على حسب الفانكشن الى 6 كلاسات، ماشي؟ وعلى حسب السايت اوف اكشن انترا سيلولار اكسترا سيلولار، وعلى حسب الانزيم سبيسيفيستي، قلت في ابسوليوت وفي بوند وفي جروب وفي ستيريو وفي ديوال سبيسيفيستي. بعد كده قسمناها كيميكال لسمبل بروتين او كونجيجيت بروتين، يعني بروتين ماسك مع جزء نون بروتين بارت اللي احنا بنسميه كوفاكتور. وقلنا ان في بعض العلماء قالوا ان الانزيمات بتشتغل ازاي، يا اما عن طريق ان هي بتقلل الاكتيفيشن انرجي اللي هي الطاقه اللي بستخدمها عشان احول السبستريت من جراوند ستيت الى ترانزيشن ستيت. وقال او العالم الثاني اللي هو مايكل زيمنتن سيوري، قال لك ان الانزيم بيتحد مع السبستريت يكون كومبلكس، بعد كده يتفصل لايه الانزيم وبرودكت. عمنا فيشر ده اللي هو بتاع المفاتيح، قال لك ان الانزيم بيبقى فيه جزء كده فاضي بيركب عليه مين؟ بيركب عليه الماده الفعاله. قلنا ان في عوامل بتاثر على مستوى او على شغل الانزيمز. قلنا بقى تركيز الانزيم، قلنا تركيز السبستريت، كل ده احنا قلناه في الفيديو اللي فات. ارجع له بقى البرودكت والافكت، تاثير درجه الحراره على الانزيم، وتاثير التمبريتشر، وتاثير البي اتش على ايه؟ على الانزيم. النهارده باذن الله يا ولاد في الفيديو ده انا هتكلم على الالوستريك ريجوليشن، وعلى الكوفيلنت موديفيكيشن، وعلى حاجه اسمها بريزنس اوف انزيم اكتيفيتورز وبريزنس اوف انزيم انهبيتورز. هم دول اخر حاجه اللي هتكلم عليهم في الفيديو ده. فالفيديو ده قصير يعني، مش طويل زي ما انتم متخيلين. طيب اول حاجه يا ولاد، انا عايزين نتكلم اول حاجه عايزين نتكلم على الالوستريك ريجوليشن. يعني ايه كلمه الالوستريك ريجوليشن يا اولاد؟ بصوا بقى ركزوا معايا. يقول لك الانزيم بتاعنا بيبقى مثلا شكله عامل كده. ركزوا بقى كده على الرسمه اللي انا رسمها. مثلا لو نتخيل الانزيم شكله عامل كده يا ولاد، يقول لك ايه؟ لو ده الانزيم اهو، خلاص ده الانزيم، ده الانزيم. يقول لك الانزيم بيبقى عليه مكانين، عليه كام مكان؟ عليه مكانين. المكان ده يا اولاد وليكن مثلا هنسميه، المكان ده هنسميه الاكتيف سايت. يعني ايه كلمه اكتيف سايت؟ يعني المكان اللي هيمسك فيه الماده المتفاعله اللي هي السبستريت، ماشي؟ بنسميه الاكتيف ايه؟ الاكتيف سايت. ده المكان في الانزيم اللي هيمسك فيه السبستريت. فلو نتخيل مثلا ادي السبستريت ايه، يبقى الجزء الاحمر اللي انا رسمه ده مين؟ ده اللي هو الاس السبستريت. بنبص يا اولاد ان ده الانزيم في مكان اسمه اكتيف سايت بيمسك فيه السبستريت، بس في مكان تاني كده بيمسك فيه ماده تانيه. وليكن مثلا يا ولاد لو قلت لكم ان المكان التاني الفاضي ده بنسميه الالوستريك سايت. بنسميه ايه؟ بنسميه الالوستريك سايت. المكان التاني ده بنسميه يا ولاد تاني الالوستريك سايت. الالوستريك سايت ده على اسم الموضوع اصلا، الالوستريك ريجوليشن، بنسميه الالوستريك سايت. الالوستريك سايت ده يا ولاد بيجي يمسك فيه ماده اسمها الموديفاير. اسمها ايه؟ اسمها الموديفاير. يبقى لقينا الايه؟ لقينا ان الانزيم يا ولاد عليه مكان اسمه اكتف سايت، واكتف سايت ده بيمسك في الماده الفعاله، وعليه مكان تاني اسمه الالوستريك سايت. الالوستريك سايت ده بيمسك فيه مين؟ الماده الموديفاير. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور في التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي اللي المفروض يحصل ما بين انزيم اللي هو الاسود ده والسبستريت، بس عشان الانزيم يقدر يمسك مع السبستريت بسهوله، بيقول لك كل الانزيم ده عليه مكان كده فاضي بيمسك فيه مواد. ساعات يا اولاد الماده الموديفاير ده ايه؟ تمسك في الانزيم. ركزوا، ساعات الماده ده تمسك الموديفاير، تمسك في الانزيم عند الالوستريك سايت، تقوم تحفز الانزيم تخليه يشتغل على السبستريت جامد، يعني بيتحفزه. بنسمي في الوقت ده يا ولاد لو الماده حفزت الانزيم عشان تشتغل على السبستريت بنسميها الوستريك اكتيفيشن. نسميها ايه؟ الوستريك اكتيفيشن. ساعات يا ولاد بقى وقت تاني تلاقي الموديفاير ده بيخلي الانزيم، لا انهبت الانزيم، ما يخلوش يشتغل على السبستريت. يعني لو الموديفاير جه ينهبت الشغل الانزيم، هنا بنسميه الوستريك انهبيشن. يبقى ما معنى كلمه الوستريك اكتيفيشن؟ ان وجود الموديفاير يخلي الانزيم يشتغل على السبستريت، انما كلمه الوستريك انهبيشن ان وجود الموديفاير يخلي الانزيم ما يشتغلش على السبستريت. لقينا كمان حاجه يا اولاد، ان السبستريت الواحده الانزيم ده بيشتغل على كل السبستريتس. مثلا لقينا ان السبستريت الواحده ده بس، السبستريت الواحده ايه؟ في سبستريت لما تيجي تمسك في الاكتيف سايت
تجيب اخواتها، تجيب ايه اخواتها، تقول لهم تعالوا انتوا كمان، تعالوا احنا هنشتغل هنا. يعني في واحده لما تيجي تجيب الخير وراها، تجيب كل السبستريت. لو لقيت السبستريت جت وجابت كل السبستريت وراها، بنسمي الموضوع ده بوزيتيف كوبراتيفيتي، بوزيتيف كوبراتيفيتي. انما لو السبستريت جت، لو السبستريت جت ومسكت فلاكس سايد وقالت لا ما حدش يجي، الانزيم ده بتاعنا لوحدي، انا انانيه، انا مش عايزه حد يجي يشاركني في الانزيم بتاعي، الانزيم ده هشتغل عليه انا لوحدي بس، ما حدش يجي، هنا بنسميه اولاد نيجاتيف كوبراتيفيتي. يعني لو السبستريت جت وجابت اخواتها يبقى بوزيتيف كوبراتيفيتي، جت لوحدها انانيه مش عايزه اخواتها، نسميها نيجاتيف كوبراتيفيتي. ده معنى حاجه اسمها الوستريك ايه؟ الوستريك ريجوليشن. طيب بعد الالوستريك ريجوليشن عندنا حاجه اسمها كوفيلنت، عندنا حاجه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن. هتلاقي عندك كلام كتير يا اولاد في الكوفيلنت موديفيكيشن، مش عايز في كل الكلام ده غير جمله واحده بس، ودي هناخدها على مدار المديول كله ان شاء الله باذن الله، وهقررها كتير قوي. ربنا يا اولاد لما خلق الانزيم، الانزيم يا شباب ساعات بيبقى ليه شكلين، شكل فاضي كده ما فيهوش فوسفاتايه، وشكل تاني يا اولاد يبقى نفس الانزيم، هو نفس الانزيم بس معاه فوسفاتاي، هو نفس الانزيم بالظبط ما اتغيرش يعني، بس ماسك في مين؟ ماسك في فوسفاتاي. ده انزيم وده انزيم، بس ده انزيم بنسميه دي فوسفوريوليتد انزيم، دي يعني ما فيش فوسفوريوليتد انزيم، وده بنزيم بنسميه فوسفوريوليتد انزيم، يعني انزيم فيه ماسك فيه مجموعه فوسفات. خلاص تمام؟ قلت لكم ساعتها يا اولاد اتكلمت على الموضوع ده في محاضره الجلايكوليسيس، قلت لكم ساعتها افتكروا قلم السبوره. قلم السبوره بيبقى عليه، قلم السبوره ده بيبقى عليه لبيسه. تخيل اللبيسه هي مجموعه الفوسفات، وتخيل القلم هو الانزيم. فالانزيمز يا اولاد، الانزيمز ممكن يكون ماسكه فيها مجموعه فوسفات فتخليها ان اكتف. ان اكتف يعني ايه؟ يعني مش شغاله. حلو كده؟ لكن لما تبقى فري كده تبقى اكتف. تبقى ايه؟ تبقى اكتف. بس يا اولاد ده هنا بنسمي الانزيم هنا في الوقت ده، هقول لكم ساعتها على طول ده انزيم شبه القلم. لما اقول لك انزيم شبه القلم تقول لي ايه يا دكتور؟ يعني الانزيم موجود في شكلين، شكل دي فوسفوريوليتد اكتف وشكل فوسفوريوليتد ان اكتف. لكن يا اولاد مش كل الانزيمز كده، يعني على مدار ان شاء الله الشرح هتعرف ان مش كل الانزيمز كده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت يا دكتور عايز تقول لي ان ساعات يبقى الانزيم ماسك فوسفاتاي يبقى اكتف؟ اه ساعات عادي ما فيش مشكله خالص، هو مش معنى كلمه فوسفات يبقى انكتف، لا ساعات في انزيمات كده وفي انزيمات كده، في انزيمات الاكتف بتاعها الدي فوسفوريليتد وفي انزيمات الاكتف بتاعها الشكل الفوسفوريليتد. ده بنسميه اولاد كوفيلنت ايه موديفيكيشن. كلمه كوفيلنت يعني تساهميه، لان فعلا الفوسفات بيمسك برابطه تساهميه مع مين؟ مع الانزيم. ماشي يا اولاد؟ يبقى عرف لي ان الموضوع ده اسمه كوفيلنت ايه موديفيكيشن، الانزيم موجود في شكلين، شكل فوسفوريليتد وشكل ايه؟ دي فوسفوريليتد. الموضوع الثالث النهارده معانا ان برضو الحاجات اللي بتاثر على مستوى الانزيم او على شغل الانزيم حاجه اسمها انزيم اكتيفيتور. انزيم ايه؟ اكتيفيتور. يعني ايه انزيم اكتيفيتور دي يا اولاد؟ يعني في مواد بتحفز الانزيم، هل في مواد فعلا بتستيميليت الانزيمز؟ اه. على ضمن الامثله بتاعتنا ان احنا عندنا الكلور، الكلور عنصر الكلور بياكتيف الانزيم اللي اسمه السليفر اماليز. طبعا انتوا عارفين ان السليفر اماليز ده خدناه في الكربوهيدرات. ارجع للكربوهيدرات، السليفر اماليز ده اللي كان بيهدم الستارش في الماوس. ماشي تمام؟ قلت ساعتها انه بيحتاج كو انزيم اسمه كلورايد. تاني حاجه الكالسيوم يا ولاد، عنصر الكالسيوم بياكتيفيت اللايبيز، فهنا الكالسيوم بيسموه انزيم اكتيفيتور، يعني هو اللي اكتيف انزيم. بلس تالت حاجه وعايزك تركز فيها قوي 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 على الحته دي مهمه، في مركبات يا ولاد في دمنا بتبقى او في جسمنا، يعني ربنا بيخلي الخلايا تخلق، بيخلي الخلايا تصنعها في شكل ازاي؟ يعني بصوا كده، لو انا قلت لك ده انزيم معين، انزيم معين اهو، ده الاكتف شكل بتاعه، الاكتف فورم يعني. يقول لك يا ولاد الانزيم لما يجي يتصنع في الخليه ما يتصنعش كده، امال يتصنع هو الانزيم بس مع حته الديل كده، مع حته الديل زياده. حته الديل دي بيخليها ان اكتف. هنا بنسميه يا ولاد برو انزيم، بنسميه ايه؟ برو انزيم. يعني ايه كلمه برو انزيم؟ يعني قبل الانزيم. امال يا دكتور امتى حول الانزيم؟ لما كسر الحته دي وده يطلع خلاص ويتبقى الجزء الاسود ده بس اللي هو مين؟ اللي هو الانزيم. تاني المركب ساعات انزيمات بتتفرز في دمنا او في جسمنا في شكل انزيم ماسك مع حته ديل كمان، لو لقيت كله كده انزيم وحته ديل بنسميه برو انزيم، لكن انزيم بس بنسميه ايه؟ انزيم. طب مين الاكتف فيهم؟ الانزيم الفري ولا البرو انزيم؟ طبعا الانزيم الفري. طب يعني معنى كده ان في انزيمات بتخرج من خلايانا في شكل ان اكتف لكن بعد كده بيحصل لها اكتيفيشن؟ اه. زي مين يا دكتور؟ عندنا انزيم بيخرج من يا اولاد من البنكرياس اسمه تريبسينوجين، تريبسينوجين ده بيخرج في شكل تريبسينوجين من البنكرياس، يعني ادي البنكرياس اهو بيخرج الانزيم اسمه تريبسينوجين، تريب واخره جين، جين كده تريبسينوجين. يروح يا اولاد التريبسينوجين ده في الانتستين
يتحول هناك لتريبسين. شفت اهو خرج ان اكتف، وبعد كده يتاكتف فين؟ في الانتستين. شبه بالظبط انزيم تاني اسمه كيمو تريبسين، بيخرج في شكل كيمو تريبسينوجين يتاكتف في التريبسين. ومش بس الانزيمات دول يا اولاد، كل الانزيمات الجي اي تي، كل الانزيمات الهاضمه. عارفين يا اولاد ليه الانزيمات بتخرج في شكل ان اكتف وتتاكتف في الانتستين؟ لسبب واحد، لان مثلا انا بقول لك التريبسين ده يا اولاد لما تاخده ان شاء الله التريبسين، التريبسين ده بيهضم بروتين، ولو جيت تبص على تركيب البنكرياس تلاقيه عباره عن بروتين. فلو البنكرياس خرج الانزيم تريبسين جاهز جاهز كده، هيعمل عمليه اسمها اوتوليسيز، اوتوليسيز او اوتوليسيز يعني تكسير زاد، يعني هيبدا الانزيم يكسر مين؟ يكسر البنكرياس. هل الكلام ده بيحصل في جسمنا؟ لا ما بيحصلش، لان الانزيم لما بيخرج من البنكرياس ما بيخرجش في شكل اكتف على طول، بيخرج في شكل ان اكتف تريبسينوجين، يروح الاول بعد كده الانتستين هناك يتاكتف عشان يهضم الاكل، ما يهضمش البنكرياس نفسه. ماشي تمام. عندنا برضو الكواجوليشن، الكواجوليشن فاكتور، تسمعوا عن عوامل التجلط. يعني احنا عندنا في دمنا يا اولاد ماشي عوامل كده اسمها عوامل التجلط، عوامل التجلط دي دايما في جسمك ماشيه ان اكتف. عشان كده لا يمكن حد فيكم تلاقي ماشي كده يقول لك اه في جلطه في ايد اليمين، اه في جلطه في ايد الشمال، ما الكلام ده بيحصلش. الدم ما دام انت الدم سليم وانت شخصك سليم وانت ما اتعورتش، دمك يبقى مش ما يحصلوش تجلط يا اولاد. تمام. ليه؟ لان الكواجوليشن فاكتور موجوده بس ان اكتف مش شغاله. وانس اتعورت، وانس الارتري اتعور والدم بدا ينزف، بدات تنزف، عمليه النزيف دي بتاكتف الكواجوليشن فاكتور، بتحولها بقى من شكل ان اكتف لشكل اكتف، تبدا عمليه التجلط ايه؟ تحصل. ماشي يا شباب. تمام. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه انزيم اكتيفيتور. طبعا الكلام اللي انا قلته طبعا سهل ومهم، لكن بصوا بقى اكتبوا عند اللي انا هقوله ده دلوقتي، مهم جدا 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 جدا. الانزيم انهبيتور، الانزيم انهبيتور زي يا اولاد عكس الانزيم اكتيفيتور بقى. انزيم انهبيتورز يعني عندنا مواد بتعمل انهبيشن للانزيم. انزيم انهبيتورز يعني مواد بتعمل انهبيشن لمين؟ للانزيم. هل في مواد يا دكتور بتعمل انهبيشن؟ اه. قال لك بقسم الانزيم انهبيتور الى نوعين يا شباب، نوعين. في نوع اسمه نون سبيسيفيك انهبيتورز، نون سبيسيفيك انزيم انهبيتورز، وفي نوع اسمه سبيسيفيك. على حسب ايه بقى قلت نون سبيسيفيك وسبيسيفيك؟ قال لك لو لقيت المركب الانهبيتور بيعمل انهبيشن لمعظم تقريبا معظم كل تقريبا معظم الانزيمات او حتى كل الانزيمات، يعني المركب ده بيعمل انهبيشن لكلهم كل الانزيمات اللي في جسمك، ده بنسميه نون سبيسيفيك. انما لو لقيت المركب بيخش يعمل انهبيشن لانزيم معين واحد بس، هنا بنسميه سبيسيفيك انهبيتور. يبقى على حسب هيشتغل على ايه؟ على انهي انزيمات. لو اشتغل على كله نون سبيسيفيك، على واحد بس بنسميه ايه؟ سبيسيفيك. طبعا اللي يهمني السبيسيفيك، نون سبيسيفيك ده يقول لك زي مركبات اسمها سلفا هيدروكسايل انهبيتورز، زي حاجه اسمها اتش اللي هو ميركوري كلورايد وبوتاسيوم فيريك سيانايدز وايودو اسيتيك اسيد. ماشي احفظهم انيومريت، بس دول احفظهم انيومريت حفظ حميري كده عليهم. لكن اللي يهمني قوي 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 هم السبيسيفيك انهبيتورز، اكتب عليهم لا يخلو من اي امتحان. ما ينفعش انا لو واحد اتطلب مني ان انا احط سؤال واحد بس، هو سؤال واحد في شابتر الانزيم، هيكون السؤال ده في الجزء اللي اقوله السبيسيفيك انهبيتورز. ماشي. لان هو فعلا الجزء ده مهم، هو ده اهم حته في الانزيم زي ولاد. تمام. السبيسيفيك انهبيتور دي عيال بقسمها اربع انواع. السبيسيفيك انهبيتورز بقسمها اربع انواع، نوع اسمه كومبتيتيف انهبيتورز، ونوع اسمه نون كومبتيتيف انهبيتورز، ونوع اسمه ان كومبتيتيف انهبيتورز، ونوع اسمه سيوسايد انهبيتورز. سيوسايد انهبيتورز احفظ بس ان هم اربع انواع. في نوع اسمه ايه؟ في نوع اسمه كومبتيتيف انهبيتورز. وكلمة كومبيتيشن على فكرة بالعربي معناها تنافس، تنافس، يعني في تنافس هنا، هنلاقي في تنافس في الموضوع ده. تمام. في نوع تاني اسمه نون كومبيتيتيف انهبيتورز، وفي نوع أخير يا أولاد اسمه أن أو قبل الأخير يعني اسمه أن كومبيتيتيف انهبيتورز. أنا عايز أشرح التلاتة دول مع بعض كده عشان التلاتة دول في وجه تشابه ما بينهم. ركز معايا بقى كده. يعني إيه يا أولاد انزيم انهبيتور؟ انزيم انهبيتور يعني مادة تخش على الإنزيم تعمله انهبيشن. لو تخيلت يا اولاد، بص بقى، لو تخيلت ده انزيم اهو، انزيم اهو، الانزيم ده بيحفز تفاعل عن طريق ان هو مثلا بيشتغل على سبستريت انا هسميها دلوقتي اس 1، اس 1 يعني السبستريت الاولانيه. تمام كده. تمام حلو. طب خليها اس وخلاص، خليها اس وخلاص. استنى بس نمسح الاس 1 دي. ها اس بس، يعني اس يعني سبستريت، يعني دي هتيجي تمسك في المكان ده في الاكتف سايت عشان التفاعل يحصل. في مواد بقى يا ولاد رخمه قوي بتخش الجسم بتاعنا اسمها انهبيتورز. ادي ماده ايه الماده دي يا ولاد؟ انا اسميها اي يعني انهبيتورز. الماده دي يا ولاد اسمها انهبيتورز. الماده دي بتعمل ايه مع السبستريت؟ الاثنين بيقفوا يتخانقوا مع بعض.
السبستريت يقول انا اللي همسك في الانزيم عشان اشتغل، الانهبيتور يقول له والله ما انت ماسك، انا اللي همسك في الانزيم، يقول له لا انت مش هتمسك، انت مالكش دعوه بيه، يقول لك لا انا اللي همسك. عشان يا اولاد يحصل ما بينهم تنافس، خد بالك من حاجه، عشان يحصل ما بينهم تنافس ويبقى الاثنين بيتنافسوا على المكان، على المكان اللي هو الاكتف سايت ده، لازم يا اولاد شرط ان المادتين يكونوا شبه بعض، يعني الانهبيتور تيبيكال بالظبط نفس الشكل بتاع السبستريت، عشان الانهبيتور يقدر يمسك في المكان الاكتف سايت ده يبقى لازم الاثنين يكونوا شبه بعض، ويبدا الاثنين يتنافسوا على الاكتف سايت، مين اللي يكسب؟ اللي موجود اكتر يكسب، اللي موجود اكتر هو اللي يكسب. يعني لو كان السبستريت اكتر من الانهبيتور يقوم السبستريت يمسك، انما لو جه في وقت من الاوقات الانهبيتور هو اللي مسك، هو اللي كتر، يقوم السبستريت يخرج والانهبيتور يخش، الانهبيتور هو اقل شويه يقوم السبستريت يخش والانهبيتور يخرج، يعني الموضوع ريفرزبل، الموضوع رايح جاي، ممكن السبستريت يمسك وبعد كده يرجع يفك والانهبيتور يمسك والدنيا عادي، بس بشرط لازم أن يكون السبستريت والانهبيتور ايه شبه بعض، تيبيكال شبه الاثنين شبه بعض يا اولاد. هقول لكم مثال كده بسرعه، لو احنا عندنا اثنين توام، اثنين توام يعني اختين توام بيتنافسوا على العريس، ماشي، الاثنين توام تيبيكال شبه بعض، الاثنين يا اولاد هيبداوا ينافسوا، هينافسوا مثلا على العريس، ده يقول لها لا انا دي، تقول لها تقول لها لا انا اللي هتجوزه، الثانيه ترد تقول لا انا اللي هتجوزه، الاثنين بيتنافسوا، الاثنين توام نفس الشكل، مين اللي ينجح، مين اللي يكسب بالعريس؟ الاجمل اللي تكون احلى فيهم هي اللي هتكسب. طب نفترض واحده جميله فاتجوزت ايه؟ اتجوزت العريس، بس بعد الجواز العريس لقى ان لا اختها التوام الثاني، التوام الثانيه بدات ليها تحلو وبدات ان تبقى احلى، يقوم مطلق دي ومتجوز الثانيه، بعد ما اتجوز الثانيه لا الاولى حلوت، يرجع للاولى، بعد ما اتجوز الاولى الثانيه حلوت، فاهمين؟ تمام؟ يعني الموضوع رايح جاي، مفيش مشكله ان المكان ده ممكن ينشغل بالانهبيتور، ممكن ينشغل بالسبستريت، وده بنسميه يا اولاد كومبيتيتيف انهبيتورز، ماشي؟ لان الموضوع فيه تنافس اهو. انما في بقى المثال الثاني اسمه نون كومبيتيتيف انهبيتور. يعني ايه نون كومبتيتيف انهبيتور؟ ادي يا ولاد بص، ده انزيم اهو بيشتغل على سبستريت برضو هنسميها اس، السبستريت دي بيجي لها انهبيتور من بره اهو، بص اي شكل انهبيتور، اولا الانهبيتور ده مفيش تنافس، يعني مفيش حاجه اسمها تنافس، انا كانهبيتور ما دام دخلت جسم الكائن الحي هروح امسك في الانزيم مهما كان، ما عنديش حاجه اسمها ايه؟ ما عنديش حاجه اسمها الكومبيتيشن هتنافس، لا انا مش بتاع تنافس، انا هخش اقول لك يا سبستريت انت اتاخر على جنب بس شويه، ما فيش تنافس في الموضوع، اتاخر انت وانا همسك في الانزيم اعمل له انهبيشن، ماشي؟ يبقى الانهبيتور اللي يمسك في الانزيم يعمل له ايه؟ يعمل له انهبيشن. طب لو تخيل السبستريت زاد، هل الانهبيتور يمشي يخرج والسبستريت يخش مكانه؟ لا، الموضوع الريفرسبل، خلاص الانهبيتور مسك في الانزيم، خلاص خلصت كده يا باشا، الانزيم ده باظ، تمام؟ خلاص ده اسمها نون كومبتيتيف. امال يعني ايه ان كومبتيتيف؟ يعني يا اولاد دي ماده برضو انهبيتورز بتعمل ايه؟ بتخلي الانزيم يمسك في السبستريت، الانزيم لما يمسك في السبستريت يكون حاجه اسمها انزيم سبستريت كومبلكس، وبعد ما يمسك في الانزيم وبعد ما يتكون الانزيم سبستريت كومبلكس يقوم جاي ماده الانهبيتور ماسكه في الانزيم سبستريت كومبلكس عامله للكومبلكس كله انهبيشن. يعني الفرق ما بين النون كومبتيتيف والان كومبتيتيف ان النون كومبتيتيف انزيم، قصدي الانهبيتور بيخش يمسك في انزيم فاضي، انما الان كومبتيتيف الماده الانهبيتور تخش تمسك في انزيم ايه؟ مليان، يعني انزيم في شكل كومبلكس مش فري انزيم، ماشي؟ ده مقارنه سريعه كده ما بين الايه؟ ما بين الثلاثه. هم دول سهلين، سهل تفهمهم، يعني الموضوع ما فيهوش حاجه، لكن الاصعب يا اولاد الامثله. الاصعب مين؟ الامثله. بالنسبه للكومبتيتيف انهبيتور، هل في امثله للكومبتيتيف انهبيتورز يا اولاد في جسمنا؟ اه، عارفين يا اولاد الساكسينيت؟ الكلام ده انا قلته في الكريبس، ارجع كده بقى الكريبس، الساكسينيت بيتحول لماده اسمها فيوماريت بانزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، وقلت لكم ان الساكسينيت ده هيدروجينيز ده بيحصل له انهبيشن عن طريق الماده اللي اسمها المالونيد، ماشي؟ ده الجزء ده كان موجود في الانفيترو انهبيشن اوف كريبس، ان المالونيد ده بيعمل انهبيشن للساكسينيت دي هيدروجينيز فبيوقف كريبس، او ده يا ولاد تفاعل ايه؟ كومبيتيشن، يعني يبدا الساكسينيك اسيد شبهه ماده اسمها مالونيد، الاثنين يتنافسوا مع بعض على مين؟ على الانزيم، مين اللي ينجح؟ طبعا الانهبيتور ينجح لانه انا مديه من بره فنسبته ايه؟ اعلى، ماشي تمام؟ لكن بداوا يا ولاد، ركزوا بقى في الكلام الاول ده، اكتب عليه مهم جدا، بداوا يا ولاد يستفيدوا بالعمليه دي كلينيكال، بداوا يستفيدوا من الموضوع اللي التنافس ده طبيا. ازاي يا دكتور بدا يستفيدوا من الموضوع ده طبيا؟ قال لك عندي بالظبط اربع امثله، يعني مش عايز اقول لكم كميه اهميته مصم. بص معايا، اول واحد نتكلم عليه كده، ركزوا بقى معايا كده، عندنا يا اولاد مركب اسمه بابا بارا امينو بنزويك اسيد، اسمه بابا، وعلى طول بابا ده بيخش له انزيم معين بيشتغل عليه وبيحول بابا
لمركب اسمه فوليك اسيد. الفوليك اسيد ده يا اولاد بيبقى موجود جوه البكتيريا، يعني لو دي خليه بكتيريا. الفوليك اسيد ده هو اللي بيساعد على انقسام الخليه، هو اللي بيساعد على مين؟ على انقسام الخليه. تاني، الفوليك اسيد ده هو اللي بيساعد على مين؟ على انقسام الخليه. يعني معنى كده لما يخش في جسمك بكتيريا واحده، ازاي البكتيريا الواحده دي بتتحول ل1000 بكتيريا؟ عن طريق هذا التفاعل، ان البابا البارامنبزوك اسيد في وجود انزيم يدي فوليك اسيد، والفوليك اسيد يبدا يخلي البكتيريا تكسري 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 تكسري. بنعمل احنا ايه بقى من بره يا اولاد عشان نوقف تكسر البكتيريا؟ بنقوم مدين من بره يا اولاد ماده اسمها سلفونامايد. ماده اسمها ايه؟ سلفونامايد. سلفونامايد الماده اللي اسمها السلفونامايد دي يا اولاد شبه بالظبط بابا. شبه مين؟ تيبيكال كومبيتيتيف، شبه بابا. ما دام شبه بابا يا اولاد هيخش هما الاثنين يتنافسوا على مين؟ على الانزيم ده. الانزيم ده هو هما الاثنين، بابا يقول انا همسك، لا السلفا يقول لك لا انا اللي همسك. مين اللي ينجح؟ طبعا السلفونامايد، انا بديه بجرعه عاليه. السلفونامايد ده يمسك في الانزيم ويهبط التفاعل ده، يخلي بابا ما يتحولش لفوليك اسيد، فبالتالي يوقف تكاثر ايه؟ يوقف تكاثر البكتيريا. وفعلا السلفا ده انتي مايكروبيال ايجنت، يعني ده مضاد حيوي. ماشي؟ تمام؟ خلاص؟ بس عايز منكم معلومه. هل خلايا جسمنا بتعمل هذا التفاعل؟ خلايا جسمك بتعمل هذا التفاعل؟ لا يا اولاد. يعني خلايا جسمنا عشان تتكاثر احنا بناخد الفوليك اسيد من بره جاهز، والفوليك اسيد هو اللي بيحصل عليه بعد كده تفاعل كيميائي عشان الخلايا تتكاثر. لكن الخطوه دي ما بتحصلش في جسم الكائن الحي، الخطوه دي بتحصل في البكتيريا بس. فبالتالي عيال السلفا ده ياثر على تكاثر البكتيريا لكن ما ياثرش على تكاثر خلايا الكائن الحي. ماشي؟ تمام؟ ده اول مثال. خلينا نقول تاني مثال. تاني مثال يا اولاد عندنا في جسم في خلايا الكائن الحي بقى ممكن يحصل ورم، ممكن يحصل اي حد، ممكن يعني بنشوف كتير جدا عيال عيانين يقول لك ده عنده كانسر في المنطقه الفلانيه. الكانسر ده عباره عن خلايا عماله تتكاثر 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 بكميه كبيره. طب الخلايا بتتكاثر ازاي؟ قال لك خلايا الكائن الحي بتجيب الفوليك اسيد اللي هي واخداه من الاكل وتبدا تحوله لمركب يا اولاد اسمه داي هيدرو فوليك اسيد. الداي هيدروفوليك اسيد ده هو اللي بيساعد على تضاعف الدي ان ايه، هو اللي بيخلي الخلايا تنقسم والتيومر ينتشر اكتر واكتر. ماشي؟ تمام. التفاعل ده بيحصل عن طريق انزيم اسمه فوليت ريدكتيز. فوليت ايه؟ ريدكتيز، بيعمل ريدكشن. يعني نقوم نعمل ايه يا اولاد؟ نقوم ندي من بره ماده اسمها ميسوتريكسيت. الميسوتريكسيت ده انتي فوليت، انتي فوليت يعني بيقلل الفوليك اسيد. بيعمل ايه بقى؟ الميسوتريكسيت ده يا اولاد شبه بالظبط الفوليك اسيد، ينافس الفوليك اسيد والميسوتريكسيت يتنافسوا على الانزيم اللي اسمه فوليت ريدكتيز. مين ينجح؟ الميسوتريكسيت. فبالتالي هو ده على فكره الميسوتريكسيت ده الكيماوي اللي بيقلل تضاعف او تضاعف الدي ان ايه، او بيقلل حتى تكاثر ايه؟ خلايا الورم. ده تاني مثال. تالت مثال عندنا فيتامين كي. فيتامين كي لو انتوا سمعتوا عن فيتامين كي ده، فيتامين كي ده يا اولاد بيتاكتف، يعني هنا بيبقى فيه انزيم كده بيأكتف فيتامين كي، بيحوله لايه؟ لاكتف فورم. اكتف فيتامين كي، اكتف فيتامين كي يا اولاد ده بيحول او يعني بيأكتف الكواجيليشن فاكتور، يعني بيحول الكواجيليشن فاكتور من شكل ان اكتف لشكل ايه؟ لشكل اكتف. بدل من الكواجيليشن فاكتور اتاكتفت يحصل على طول جلطات، يبقى لازم الجسم يحصل له جلطات. يبقى الفيتامين كي تاني في وجود انزيم بيتحول لاكتف فيتامين كي. الاكتف فيتامين كي ده بيأكتف مين؟ الكواجيليشن فاكتور. احنا بقى عشان نمنع تكوين الجلطات، عشان الكواجريشن فاكتور دي بتكون جلطات، عشان نمنع تكوين الجلطات بنقوم ندي من بره ماده اسمها دواء اسمه داي كيومارول. اسمه ايه الدواء ده تاني؟ اسمه داي كيومارول. الداي كيومارول ده شبه فيتامين كي، فبالتالي بينافس فيتامين كي على الانزيم فيعمل فيمنع الاكتيفيشن فيمنع التجلط. ده ثالث مثال. رابع مثال عندنا يا اولاد برضو مركب اسمه بايريدوكزال. اسمه ايه؟ بايريدوكزال. بايريدوكزال ده بيتحط له فوسفاتايه عن طريق انزيم فيحول البايريدوكزال لمركب اسمه بي ال بي، بنسميه بايريدوكزال فوسفاتين. ماشي؟ بايريدوكزال فوسفيت. البايريدوكزال فوسفيت ده يا اولاد هو فيتامين بي 6. لو تسمعوا عن فيتامين بي 6، ما اعرفش تسمعوا عنه ولا لا. فيتامين بي 6، فيتامين بي 6 ده هو البي ال بي. طب البايريدوكزال بيحصل عن طريق انزيم بيتحول لبي ال بي، صح كده؟ ساعات يا ولاد في ادويه اشهرهم دواء اسمه اي ان اتش، ايزونيازيد. الدواء ده بيعالج التي بي، بيعالج السل برضه زي السايكلوسيرين لو فاكرين. الاي ان اتش ده شبه بالظبط البيريدوكزال، اتنين شبه بعض يتنافسوا على الانزيم، فبالتالي البيريدوكزال مش هيتحول لبي ال بي، بي ال بي. فبالتالي يعني الناس اللي بتاخد ادويه اسمها اي ان اتش بيحصل عندهم نقص في الفيتامين بي 6.
نقص فيتامين بي 6 ده بيعمل مشاكل اعصاب. لما تكبروا شويه هقول لكم على الموضوع ده، ان فيتامين بي 6 ده مهم للاعصاب، فبالتالي فيتامين بي 6 لما بيقل في جسم الكائن الحي بيعمل مشاكل في الاعصاب بتاعه الكائن الحي، فبالتالي يا اولاد بتعمل حاجه اسمها بريفرال نيوروباسي، يعني معناها مشاكل او التهابات في الاعصاب الطرفيه للانسان. خلاص تمام. يبقى لاين نيتش ليه بيعمل بريفرال نيوروباسي؟ لانه بيقلل فيتامين بي 6 عن طريق ان هو بينافس ماده البيريدوكسال على الانزيم، فبيمنع تكوين البي ال بي. ماشي يا شباب كده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه نون، ده اسمه قصدي كومبتيتيف انهبيتورز. طيب بعد كده قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها نون كومبتيتيف انهبيتورز، دي معناها ان الماده الانهبيتور هيمسك في الانزيم، مش لازم يكون شبه الماده الفعاله، هو كده كده داخل يمسك، ماليش دعوه، مفيش تنافس في الموضوع، ويمسك في الماده في الانزيم ويبوظه. والموضوع الريفرسبل، يعني ايه ريفرسبل؟ يعني خلاص ما دام الانزيم مسك فيه الانهبيتور بالسلامه الانزيم باظ، لكن الكومبتيتيف ريفرسبل رايح جاي عادي، ما فيش مشكله يحصل ما بينهم تنافس، طول ما في تنافس، طول ما الاثنين بيحاولوا، طول ما الاثنين بيحاربوا على مين؟ على الاكتيف سايت. ايه بقى الموضوع اللي ايه؟ قول لي كده امثله على تفاعلات نون كومبتيتيف بتحصل في جسمنا. نون كومبتيتيف دايما بتبقى شغل سموم. يعني ايه شغل سموم؟ يعني دايما السموم هي اللي بتعمل نون كومبتيتيف. زي عندنا سم اسمه الساينايد، سم اسمه ايه؟ ساينايد. الصناد ده يا اولاد بيخش على انزيم موجود في جسمنا اسمه سيتوكروم اوكسيديز. اسمه ايه؟ سيتوكروم اوكسيديز. السيتوكروم اوكسيديز ده جواه حديد، بيبدا الصنايد يمسك في الحديد بتاع السيتوكروم اوكسيديز ويوقف ويبوظ هذا الانزيم. ماشي تمام. يبقى الصناد ده بيبوظ السيتوكروم اوكسيديز بالنون كومبتيتيف. تاني مثال عايز اقوله، تاني مثال ان في عندي اسمه ده الهيفي ميتالز. هيفي ميتال اللي احنا بنقول عليها معادن ثقيله زي مثلا الميركوري، الزئبق، الاتش جي. مالها الهيفي ميتالز دي يا اولاد؟ الهيفي ميتالز دي يا اولاد التسمم بالهيفي ميتالز اخدوها في التوكسو، ان بعض المعادن لو دخلت في جسمك وزادت بتعمل تسمم. زي الميركوري مثلا. طب لما يا اولاد يحصل ايه المشكله لما الميركوري لما الزئبق يعني هتسمم بالزئبق اللي بيحصل؟ لا، الزئبق ده يا اولاد او الهيفي ميتال عامه بتحب مجموعه الاس اتش، الاس اتش يعني بتحب مجموعه الكبريت، فتبدا يا اولاد تخش الجسم تدور على الانزيمات اللي فيها اس اتش وتمسك فيها وتبوظ هذه الانزيمات. ماشي، تمسك فيها وتبوظ هذه الايه؟ هذه الانزيمات. تمام كده يا عيال؟ خلاص ده كده الهيفي ايه؟ الهيفي ميت. في عندك معلومه يعني مش عايز تعرفها ما تعرفهاش، عايز تعرفها عرفها. لما يجي لنا عيان في قسم التوكسو واخد او ميركوري او واخد زئبق يعني ومتسمم بالميركوري، بنبقى عارفين ان الميركوري ده هيخش جسمه يمسك في الاس اتش جروب ويبوظ الانزيمات اللي فيها اس اتش. فبنعمل ايه؟ بنديله من بره يا اولاد ماده اسمها البال. سيبك من اختصار ايه، تقول بس بال. بال دي عباره عن ماده مليانه اس اتش كتير، اس اتش كتير، اس اتش كتير، مليانه. انا اللي مصنعها من بره دواء اسمه بال. لما العيان ده ياخد البال يا اولاد بيبدا يخش جوه جسمه، بقوم اضحك على الميركوري اقول للميركوري خد بالك المركب اللي اسمه بال ده مليان اس اتش، فيقوم ساب الانزيم اللي هو كان ماسك فيه اللي هو كان هيبوظه، يقوم سايبه، يقوم داخل على مركب البال ده، داخل على مركب البال وماسك فيه. مركب البال ده بياخد الميركوري وينزل بيه في البول. يعني معنى كده ان انا ضحكت على الميركوري عشان ما يبوظش الانزيمات بس. ماشي، عشان تبقى عارف بس ان البال بيساعد على علاج التسمم بالمركبات او بالهيفي ميتالز. تمام. طيب قلنا الموضوع الثالث حاجه اسمها ان كومبتيتيف انهبيتورز. ان كومبتيتيف انهبيتور ده يا ولاد بيسيب الانزيم يمسك في السبستريت وبعد كده يخش هو يعمل لهم ايه؟ انهبيشن. يعني مش بيعمل انهبيشن للانزيم فري، لا، بيعمل انهبيشن للانزيم بشكل كومبلكس. زي مثلا مثال عندنا ماده اسمها الفينايل الانين، الامينو اسيد اللي اسمه الفينايل الانين، فاكرينه؟ الفينايل الانين ده يا اولاد بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه بلاسنتال الكالاين فوسفاتيز. ده بيطلع من البلاسنتا بتاعت الست الحامل، بلاسنتال الكالاين فوسفاتيز ده بيطلع منها من البلاسنتا، بيحصل له انهبيشن بالفينايل افرين، قصدي بالفينايل الانين، عن طريق هذا الايه؟ هذا الان كومبتيتيف انهبيتور. خلاص تمام. عندك جمله مكتوبه ودي قلتها قبل كده، عندك جمله مكتوبه اسمها فيدباك انهبيشن، قلتها. فيدباك انهبيشن لما قلنا ان لو عندي ماده اسمها A اتحولت لماده اسمها B بانزيم اسمه E، ممكن الماده اللي اسمها B بعد ما تزيد تقوم راجع عامله ايه؟ عامله فيدباك انهبيشن، تروح راجع عامله فيدباك انهبيشن. ده بنسميه فيدباك انهبيشن، يعني الناتج يرجع يعمل انهبيشن للانزيم. دي بنسميها يا اولاد فيدباك ان ايه؟ فيدباك انهبيشن. خليكم عارفين. طيب اخر نوع من الانهبيتورز حاجه اسمها سهله جدا بقى، حاجه اسمها سيوسايد انهبيتورز. عشان يعني ايه كلمه سيوسايد كده ترجمها؟ يعني معنى كلمه سيوسايد معناها انتحاري. ده بنسميه اولاد انزيم انتحاري. عشان تقدر تفهم ازاي الانزيم بينتحر او ازاي الانزيم بيخلي نفسه ينتحر، يعني لازم تاخد المثال. بص بقى معايا، لو انا قلت لك يا ابني
ان احنا عندنا في دواء اسمه الو برونو، ماده اسمها ايه؟ الو برينول. لازم تتحفظ يا اولاد او تتفهم البتاع ده بالمثال. الو ايه؟ الو برينول. الالو برينول ده يا اولاد بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه اكس او، بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه ايه؟ اكس او، الانزيم اسمه زانسين اوكسيديز. الالو برينول ده ماده بتعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه اكس او. خلاص تمام؟ تمام. يقول لك بس الاكس او، الاكس او لو جه اشتغل على الالو برينول، على الماده اسمها الالو برينول، بيقوم يحول الالو برينول لماده اسمها الوزانسين، لماده اسمها الو ايه؟ الوزانسين. بيحول الالوبرينول لالوزانسين، لان يا اولاد ان الالوزانسين ده ايه؟ الالوزانسين بتعمل برضو انهيبيشن، بتعمل برضو انهيبيشن على المركب اللي اسمه او الانزيم اللي اسمه زانسين اوكسيديز. ولكن مين اقوى في الانهيبيشن؟ مين اقوى؟ الالوبرينول ولا الالوزانسين؟ لا، لان ان الاقوى هو الالوزانسين. فلو جيت تفهم بقى كده، ركز، الزانسين اوكسيديز حول ماده بتعمل له انهيبيشن بحاجه بسيطه، ويك انهيبيتورز، ويك انهيبيتور يعني انهيبيتور ضعيف، الى مركب سترونج انهيبيتورز، وكان الانزيم عايز ينتحر. الانزيم هو اللي بص بنسميها حتى اولاد ميكانيزم بيز دي انكتيفيشن، يعني الانزيم هو اللي عمل الانكتيفيشن، الانزيم هو اللي ادى الى ايه؟ الانزيم هو اللي ادى الى توقف نفسه. الانزيم حول ماده ويك انهيبيتور لماده سترونج انهبيتور، وكانه هو اللي بينتحر، هو اللي بيحول الماده لويك انهبيتور لسترونج انهبيتور، فبالتالي السترونج انهبيتور ده هيرجع يعمل سترونج انهبيشن على زنسين اوكسيديز. على العكس لو هو مش عايز ينتحر كان هيخلي الالوبرينول اللي هو ويك انهبيتور، فده بنسميه اولاد سيوسايد انهبيتور، ان الماده الفعاله تتحول لماده ناتجه بانزيم، الماده الناتجه دي بتبقى سترونج انهبيتور للانزيم بمقارنه بمين؟ بالماده الفعاله. ماشي خلاص تمام. وعلى فكره الالوزانسين لما ترجع تمسك في الزانسين اوكسيديز بتمسك الريفرزبل، يعني خلاص الموضوع ده برضو ايه؟ الريفرزبل، يعني مش هيرجع تاني. تمام كده يا شباب؟ خلاص ده كده يعني شابتر الانزيم، ده شابتر الانزيم خلص الحمد لله. تمام. ارفع لكم الفيديو برضو ان شاء الله باذن الله، ويعني اهتموا يا اولاد بالشابتر الانزيم عشان بيجي عليه اسئله يعني مش قليل. خلاص، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم واشوفكم على خير باذن الله.